كما أكد معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أهمية استمرار عملية التعليم الذاتي والتي يبنى عليها تطور الأمم وتقدمها في مختلف القطاعات، الأمر الذي يساعد في تحقيقها الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها. التعليم هو أساس على مستوى الفرد من ناحية حياته الاجتماعية والعملية، هو أيضا أهم أداة ممكن يستخدمها لأن يخدم وطنه. الأمم تبنى بالتعليم، ولكن الآن عندنا تغيير في مفهوم التعليم. الآن يجب على الطالب أن لا يقف بعد التخرج ويقول أنا تخرجت وتعلمت خلاص. هناك مفهوم تعلم مدى الحياة، فأن الواحد لما يتخرج من الجامعة هي بداية مرحلة جديدة للتعلم. فرسالتي للشباب كلهم أن لننظر للتعلم أنه تعلم مدى الحياة، وإذا ما تعلم شيء جديد يوميا تعتبر منك أنت اليوم تأخرت مقارنة بغيرك. والإمارات اليوم عندها إنجازات كبيرة في قطاعات كثيرة، نتكلم عن فضاء، طاقة نووية، مجالات عديدة، ولكن هذه لم تكن تحصل لولا الاستثمار في الإنسان. وهذه الكلمة قالها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان لما قال الاستثمار في الإنسان قبل البنيان. فاليوم تنافسية الإمارات مبنية بشكل أساسي على أهم مصدر عندنا وهو الموارد البشرية وهو الإنسان.